نستكمل الآن الجزء الثاني من المحاضرة، حيث أنه في الجزء الأول كنا شرحنا بالتفصيل عن الميكروبيا الباثوجينيسيس من حيث منافذ دخول الميكرو أورجانيزم لجسم الإنسان، وأيضا تطرقنا إلى العوامل اللي بتزيد من الإمراضية للميكروب في دخول لجسم الإنسان من حيث الـ number of invading microorganism، وأيضا من حيث الأدهيرنس العوامل اللي بتساعده في إنه يعمل التصاق بخلايا العائل. الآن حنكمل الجزء الثاني من المحاضرة اللي حنتطرق فيه إلى إنه كيف الميكروب يقوم بالتحايل على مناعة جسم الإنسان، على الجهاز المناعي، وأيضا قدرته لتدمير الخلايا. إيش العوامل اللي بتساعده إنه يعمل تدمير ودمج للخلايا في جسم العائل؟ وأيضا في نهاية الأمر حنتطرق لكيفية خروج الميكروب من جسم الإنسان وأنواع الإنفكشن اللي ممكن يصيبها الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مستكمل الجزء الثاني من محاضرة الميكروبيال باثوجينيسيس، وكنا خلال الجزء الأول تحدثنا عن البورتالز أوف إنتري، تحدثنا عن number of invading microbes، وتحدثنا عن الأدهيرنس. الآن حنستكمل الجزء فيما يتعلق بالpenetration or evasion of host defense، والجزئية الأخيرة اللي تتعلق بالدمج to host cell و cytobiotic effects اللي بيعملها الميكرو أورجانيزمز. تمام. الآن حنيجي للpenetration. كيف الميكروب مستطيع أنه يعمل penetration، وخصوصاً كيف يستطيع أنه يتهرب من مين؟ من مناعة الجسم، الهوست ديفنس الموجود عند الإنسان أو الحيوان أيا كان، وين بيهاجم؟ تهاجم البكتيريا. ففي عندي الهوست ديفنس، يعني على سبيل المثال إحنا بنعرف إنه النقطة الأولى اللي حنذكرها اللي هي الكبسول. بالمقارنة لو أنا في عندي بكتيريا، هذه البكتيريا بدون كبسول، وهذه البكتيريا تحتوي على كبسول، مين أسهل لعملية الفاجوسايتوسيس؟ طبعا البكتيريا اللي بدون كبسول حتكون أسهل لعملية البلعمة وإنه يتخلص الجسم منها بسرعة، لكن البكتيريا اللي تحتوي على كبسول تعتبر مصدر حماية وهام للخلية البكتيرية، وبالتالي تستطيع أن تقاوم اللي هي مناعة الجسم. لذلك نقول إنه الكبسول إيش بتعمل؟ بتزيد من الـ virulence of many pathogens. مثال على ذلك الستريبتوكوكس نيمونيا، كليبسيلا نيمونيا، هيموفالاس انفلونزا، باسيلاس انثراسيس، اند يرسينيا بيستس. هذه الميكروبات كلها تحتوي على كبسول، طبعا بحيث ان زي ما قلت قبل شوية انها بتقاوم المناعة تبعت الهوست العائل من خلال انها بتعمل امبير، ما بتخلي عملية الفاجوسيتوزيس تتم بسهولة. أما البكتيريا لو كانت بدون كبسول عملية الفاجوسيتوزيس هتكون سهلة جدا، أما وجود الكبسول حيعيق عملية مين؟ الفاجوسيتوزيس اللي هو البلعمة. أيضا وجدوا إنه الهوست ممكن يعمل ينتج أجسام مضادة لمين؟ للكبسول which attach to microorganism and allow phagocytosis. هذه من الحاجات المتعارف عليها إنه خلية العائل ممكن انها تنتج انتي بادي لمين؟ للكبسول. طيب ملاحظين حتى في الرسمة هذا ناخذها مع في العملي، كيف ممكن انه احنا من خلال اللي بتبين هاي البكتيريا والمكان هذا المحيط فيها، هذا عبارة عن الكبسول. يعني انا في عندي ستين من خلالها بستطيع ان اعرف البكتيريا التي تحتوي على مين؟ على كبسول. تمام. components of cell wall. ايش في شغلات مهمة؟ الآن تحدثنا عن الكبسول، ايش في شغلات أيضا في جدار الخلية البكتيرية بتخلي في عندي مقاومة لعملية الهوست ديفنس؟ على سبيل المثال عندنا الأم بروتين. الأم بروتين ايش طبيعته؟ هذا البروتين الموجود عندي في السيل وول بيساعد عملية الاتاتشمنت للإبيثيليوم، والوظيفة الهامة جدا انه بيعمل مقاومه لمين؟ للفاجوسيتوسيس، بقاوم عمليه البلعمه. طيب هذه كانت الام بروتين. مين في عندي شغلات تانية في السيل وول مهمه؟
الأوبا، الأوبا اللي هو Outer Membrane Protein، وهذا بيساعد في عملية مين كمان؟ الاتاتشمنت. أيضا من الحاجات المهمة عندي في تركيبات الخلية البكتيرية في بعض الأنواع مثل مين الواكسز، على سبيل المثال بنلاقيها في الخلايا الميكوباكتيريوم توبركلوسيس، تحتوي على واكسي ماتيريال. الواكسي ماتيريال تعتبر مصدر وقائي ومهم للبكتيريا من مناعة الجسم، فلذلك بقول لي الواكسز الموجودة على الخلية البكتيرية تقاوم مين عملية الدايجستشن باي فاجوسايتس، بتساعد انها يصير لها انها انه يتم التخلص منها من خلال عملية البلعمة. مين مثال على ذلك؟ زي الميكوبكتيريوم، ميكوبكتيريوم توبركلوزيس اللي بتسبب مرض مين؟ السل الرئوي. طيب الآن تمام، الآن تحدثنا عن مين في البنتريشن، بنتريشن للهوست ديفنس رقم واحد، تحدثنا عن مين؟ تحدثنا عن الكبسول. رقم اثنين تحدثنا في السيل وول عن ثلاث حاجات، أم بروتين أو بروتين والواكسي ماتيريالز الموجودة في السيل وول. الآن مين في كمان شغلات مهمة الخلية البكتيرية بتنتجها حتى تقاوم مناعة الجسم؟ الإنزيمات، البكتيريا تنتج إنزيمات، هذه الإنزيمات من خلالها تستطيع أن تقاوم البكتيريا مناعة الخلية العائل. مثال على ذلك Extracellular Enzyme. إيش Extracellular Enzyme بتساوي هاي؟ تعمل Dissolve للماتيريا الموجودة بين الخلايا Form or Dissolve Clots، تعمل Dissolve لمين كمان؟ للكلوتس، Deep Clots. طيب إيش كمان في عنا إنزيمات مهمة بتنتجها البكتيريا وبتساعدها في عملية Penetration؟ انها بتحول الفايبرونجين، بتحوله لمين؟ لفايبرين كلوت. كذلك وجدوا انه الكواجوليز انزيم ايزوليتس مايكرو اورجانيزم فروم هوست ديفنس، وبتحاولها تم تعزل الميكروب عن مناعة اللي هو جسم الانسان. في كذلك من الانزيمات الهامة كاينيز، بتعمل بريك داون للفايبرين. في الهيالورونيديز انزيم، ايش بيعمل هالورنديز انزيم؟ بكسر مين؟ بريك داون سيل تو سيل ادهيجن ان كونكتيف تيشو، لما تيجي البكتيريا تهاجم الجسم بتنتج هالورنديز. ايش الهالورنديز بيساعد؟ بيحاول انه يكسر الروابط البريك داون، الخلايا المترابطه مع بعضها البعض الموجوده والانسجه، بحيث انه هذا يساعد على عمليه مين؟ سبريد of the microorganism in the tissue. فكل ما عمل تكسير في الخلايا أكثر، كل ما ساعد عملية انتشار الميكروب بشكل أكثر. كولاجينيز، الكولاجينيز بينتج عن من خلال بكتيريا الكلوستريديوم سبيشيز. طب الكولاجينيز إيش بيعمل؟ بيعمل بريك داون للبروتين كولاجين. أيضا من الإنزيمات الهامة اللي بتنتجها البكتيريا وبتلعب دور كبير في وقايتها من المناعة تبعت جسم الإنسان، الـ IgA بروتياز. إيش الـ IgA بروتياز بيعمل؟ بيعمل destroy للأنتي باديز. من ذلك نستنتج أن البكتيريا يمكن أن تنتج إنزيمات، هذه الإنزيمات تقيها من مناعة الجسم وتسهل عليها انتشارها وغزوها في جسم الإنسان. على سبيل المثال بالملخص، extracellular enzymes، coagulase، kinase، hyaluronidase، collagenase، IgA protease. تمام. antigenic variation، كيف الميكروب ممكن انه يغير، انه يقي نفسه من المناعة تبعت الجسم؟ انه بحاول انه يغير في الانتيجنز تبعته. فوجدوا انه بعض الميكروبات بتعمل alter لمين؟ للسيرفس بروتين. فالمناعة عارفة سيرفس بروتين معين، فالباثوجين بغير من السيرفس بروتين، فهل المناعة تستطيع أن تؤثر عليه؟ طبعا لا. فعشان هيك في عنا حتى several versions من الأوبا بروتين. مين في كمان شغلات مهمة؟ A new antibodies must be produced، بحيث أنه على سبيل المثال في الجونوريا، في السيبليك سيكنس، في الإنفلونزا، من خلالها تستطيع أن تحمي نفسها من مين؟
من مقاومة اللي هي إيش الجسم. يعني الميكروبات تستطيع أن تنتج وتفرز مواد، هذه المواد تقيها من مناعة الجسم. وهنا طبعا كخير دليل من أنه الانتيجينيك فارييشن بصير فيها يعني تغير في الانتيجنز، يعني التغير الانتيجنز بيحميها من مين؟ من اللي هو المناعة والمقاومة لجسم العائل. تمام. penetration into host cell cytoskeleton. الآن الميكروب بده يدخل على وين؟ على السيتوسكيلتون، بده يعمل invasion، بحيث انه ايش كيف ممكن يتم عملية ذلك؟ بيعمل عملية rearrange لمين؟ للاكتين فيلمنتس. ايش ايضا الميكروب ممكن تسهل عملية الانفيجن تبعته؟ انه بيعمل عملية فاسيليتيت موفمنت اوف مايكرو اورجانيزم انتو سيل، بسهل عملية حركة الميكروب الى داخل الخلية، بسهل حركة الميكروب الى داخل الخلية. اذا الان انهينا الجزء هذا، انهينا برضو البنتريشن كيف بتصير للهوست ديفنس. طيب كيف ممكن الميكرو اورجانيزم يعمل دمج؟ الان حيعمل دايركت دمج للهوست سيل. الهوست الدمج للهوست سيل من خلال نقاط رئيسية ومهمة، انه ايش بيعمل الميكروب؟ بيعمل يوتلايز للهوست نيوتريانس، بس عشان انه يستمر وينشط في حياته الميكروب بيستغل مين؟ النيوتريانس الموجودة في خلية العائل، في خلايا العائل او في جسم العائل. طب ايش ممكن يعمل عندي؟ بيعمل دمج مباشرة. وايضا النقطة المهمة انه الميكروب ايش ممكن يعمل؟ شغلة تساعده بشكل كبير في عملية الغزو في جسم الإنسان، هو إنتاج مين عندي؟ السموم. تمام، هذه من الحاجات اللي الآن بتساعد في عملية إيش؟ الدمج للهوست سيل، تدمير خلية العائل. تمام، فيما يتعلق بالهوست نيوتريانس، المركبات المايكرو أورجانيزم بتنتج مين؟ السيدروفورز. طبعا السيدروفورز عبارة عن high affinity iron chelating compounds secreted by microorganisms، بحيث انه هاي الكومباوندز اللي بيصير لها انتاج من خلال البكتيريا بترتبط مع مين؟ بترتبط بالايرون الموجود. bind iron away from host iron binding protein، بتاخذ الايرون وبتعمل له نقل لمين؟ للسيل ممبرين تبعها، بتستفيد منه زي ما قلنا انه الهوست يوزنج هوست نيوتريانس. فبالتالي انه الخلايا البكتيريه بتنتج السيدروفورز، السيدروفورز اللي بترتبط في مين؟ في الايرون away from host iron binding protein، وبتاخده وبتستفيد منه الها في السيل ممبرين للخليه البكتيريه. تمام، ايش في عندي غير ذلك؟ بالنسبه للدايركت دامج، الدايركت دامج بصير عندي من خلال تضاعف الخلية البكتيرية داخل الخلية، ويمكن ان هذا الامر يكون من خلال فيروس، بكتيريا او طفيليات انواع الميكرو اورجانيزم. يعني الان ايش اللي المرضى الكورونا، بنرجع دائما لكورونا، الناس اللي الان مصابين بكورونا ليش الوضع عندنا سيء جدا في مراحل المتقدمة بالاصابة بكورونا فيروس؟ لانه الفيروس ايش بصير له؟ مالتيبليكيشن، بعمل دايركت دامج وين؟ في اللنج، في الجهاز التنفسي. عشان هيك المرضى اللي بتلاقيهم مصابين بفيروس كورونا عندهم بصير عندهم وفاة. ليش؟ لانه الفيروس عمل تدمير لخلايا الرئة، وبالمنتشر الفيروس في عديد من اعضاء الجسم وعمل فشل في اعضاء الجسم وتوفي المريض. فعشان هيك بنقول دايركت دامج دائما ناتج برضو عن تضاعف الميكروب. فيروس كورونا ايش بتلاقيه؟ بيرتبط مع مين؟ مع البروتين الموجود على الحويصلات الهوائيه او الاي سي ريسبتورز الموجوده على في الحويصلات الهوائيه. لما يرتبط فيها بيبدا الان يتضاعف، في عنده هوست سيل يدخل ويتضاعف ويتكاثر، وده تضاعف وتكاثر الفيروس في الخلايا الرئويه معناتها
الآن بصير عندنا إشكالية كبيرة عند المريض المصاب. فيما يتعلق بالتوكسينز، الآن الدايركت دامج، دامج تبع الخلية البكتيرية للجسم العائل، من أساس الحاجات المهمة اللي بيكون فيها البكتيريا إنتاج التوكسينز حتى تؤدي دورها التدميري في داخل خلايا جسم العائل. لو جينا على التوكسينز، التوكسينز عبارة عن إيش؟ عبارة عن مركبات سامة ينتجها الميكرو أورجانيزم. طبعا هي تعتبر often the pathogenic component of، تعتبر ضمن مكونات الميكرو أورجانيزم التوكسينز. إيش بتأدي؟ زي ما تحدثت الآن، تدمير، cause direct damage to the host cell. طيب لو جينا لتعريف التوكسوجينيسيتي، ايش تعريف التوكسوجينيسيتي؟ قدرة الميكروب انه ينتج التوكسين. طيب في مصطلحات مثل توكسيميا، ايش مقصود بتوكسيميا؟ presence of toxins with the blood، اللي هو وجود التوكسين ضمن اللي هو الدم او في الدم، زي لما نقول فيريميا، وجود الفيروس في الدم. توكسيميا، وجود التوكسين في الدم. ايميا مقصود فيها in blood، في الدم. طيب بالنسبة للتوكسينز، ايش في الشغلات اللي بتعطي لها تأثير مباشر في جسم الانسان؟ ايش بتعمل؟ بتلاقي المريض عنده فيفر. ايش ممكن يصير عنده كذلك؟ cardiovascular abnormality. كذلك بصير عندنا اسهال لدى الشخص المصاب، شك، صدمة. بعمل destroy لمين؟ للبلاد سيلز، وايضا لمين كمان؟ للبلاد فيزلز. بعمل تدمير لكرات الدم الحمراء وللأوعية الدموية. بعمل disruption لمين؟ للنيرف سيستم. طبعا بأثر على الجهاز العصبي. هل منظومة الجهاز العصبي بتصير على ما يرام زي ما كانت سابقا؟ لا، بصير disruption، يعني بعمل خلل في منظومة الجهاز العصبي، نعم، والحركات الإشارات العصبية أيضا. طيب بالنسبة للإكسوتوكسينز، الإكسوتوكسينز بتم إنتاجها داخل الخلية البكتيرية كجزء من نموها، عبارة عن بروتينات يتم إنتاجها كجزء من نمو الخلية البكتيرية، بحيث أن تقوم البكتيريا بإفرازها في مين؟ في البيئة المحيطة بها. طيب الإكسوتوكسين زي ما حكينا عبارة عن بروتينات، وبالتالي يمكن أن تكون على شكل إنزيمات تعمل كاتالايز لكيميكال رياكشن مطلوبة للخلية البكتيرية. طبعا بتم استخدامها وبتم إنتاجها من قبل الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف بكتيريا. طب الجينات هذه وين كانت؟ وين موجودة؟ وين محمولة؟ محمولة على البلازمين. هذه الجينات كارد اون بلازمين. طيب ايش ممكن يكون لها دور؟ تعمل انهبت لمين؟ سيرتين ميتابوليك فانكشن. بتعمل اللي هو منع لمين؟ للعديد من العمليات الحيويه الضروريه للخليه البكتيريه. هذه التوكسينز تعتبر فيري توكسيك، سامه ومميته، حتى ان 1 ملي جرام من البوتيلينيوم توكسين يمكن ان يؤدي الى قتل مليون شخص. كل 1 مليون بيبل. طيب الاكسوتوكسين بصير لها ديفيوج وين؟ في البادي فلويد والتشيو. بصير لها ديفيوج، مش احنا قلنا بصير لها سكريشن من الخليه، يتم انتاجها خلال نمو الخليه ويتم انتاجها في البيئه المحيطه، بحيث انه بصير لها ديفيوجن وين؟ في البادي فلويدز، ممكن في الانسجه. والديسيز سبيسيفيك طبعا بتكون مخصصه لامراض معينه، يعني بنقصد من ذلك ديسيز كوزد باي اكسوتوكسين نوت باي ذا انفكشن اتسلف. يعني المقصود من ذلك انه المريض الان هذه الاعراض اللي اصيب فيها كانت مش ناتجه عن البكتيريا بحد ذاتها، بقدر ما انه ناتجه عن تاثير السموم المفرزه من الخليه البكتيريه. طيب لعلاج التوكسين ايش لازم نعطي؟ نعطي انتي توكسين. هذا كلام تحدثناه، لانه هل بقى الانتيبيوتيك بيجيب على التوكسين؟ لا، لازم اعطي انتي توكسين. بادي برودكشن اوف انتي باديز اجينست توكسين، يعني بحاول اجيب انتي بادي وتكون مجهزه وتعطى ضد التوكسين الموجود عند هذا الانسان. في عندنا كذلك حاجه بنطلق عليها اسم توكسويد. التوكسويد عباره عن مين؟ عباره عن توكسين طبعا صار له ان اكتيفيشن. ايش ان اكتيفيشن؟
عملنا تثبيط له. من خلال إيش تثبيط له هذا التوكسين؟ تضعيف له من خلال مين؟ من خلال الحرارة أو مواد كيميائية أخرى زي الفورمالدهايد. يعني بتتذكروا زي ما ولا يعني بمشابهة لما احنا كنا نقول التطعيم، التطعيم عبارة عن ايش؟ عبارة عن فيروس او بكتيريا مضاعفة، بحيث انها بتعطي مناعة في جسم الانسان دون ان تسبب بالمرض. الان انا بدي اعطي توكسويد، التوكسويد هو عبارة عن مين؟ توكسين. لكن التوكسين هنا انا كنا بنحكي عن ميكروب او فيروس، يعني هذا الامر يختلف، لكن بالفكرة العامة ان انا هنا مش الميكروب او الفيروس اللي ضعفته او قتله وعملت له كيلينج، لا، انا هنا عملت لمين؟ التوكسين المنتج من البكتيريا، السم الناتج من البكتيريا، عملت له ان اكتيفيشن، تثبيط. من خلال ايش عملت له تثبيط؟ من خلال الحرارة او مواد كيميائية اخرى زي الفورمالدهايد. ولا زال الفكرة، الهدف من ذلك لما انا شرحت الجزئية اللي قبل عشان نفهمكم انه ايش الهدف، انه انا بينتج عندي مين؟ اجسام مضاده. طبعا بصير له انجكشن في البادي على شكل زي ما حكينا توكسويد فاكسينيشن. زي مين؟ فمثل اي الحالات ممكن نعطى هذا التوكسويد الفاكسينيشن. هي عمال باكد على الكلام اللي كنت اوضحه، انه انا بعمل تضعيف او عدم او زي ما قلنا القتل او ان اكتيفيشن الان هان للتوكسين، لان انا بدي احفز الجسم انه ينتج مين عندي؟ اجسام مضاده. التوكسويد فاكسينيشن لمين بنستخدمه؟ للتيتانوس وللدفتيريا. اذا صار عندي واضح شو هو توكسويد. توكسويد عباره عن توكسين مضاعف. التوكسين هذا المضاعف من خلال الحراره او المواد الكيميائيه يحفز الجسم على انتاج اجسام مضاده ويرتع على شكل حقن في الانسان، ويكون على شكل تطعيم ممكن زي التوكسويد فاكسينيشن، وهذا ممكن في مثل حالات مرض التيتانوس او الدفثيريا. تمام، ممتاز. طيب بالملخص البسيط عن الاكسوتوكسين، مش احنا قلنا بينتج عن طريق جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، لكن موستلي السورس جرام بوزيتيف بكتيريا. ميتابوليك برودكت قلنا ناتج عن مين هو؟ قلنا ينتج من خلال نمو البكتيريا نفسها، خلال نموها ويتم افرازه في البيئه المحيطه بها. اذا باي برودكت اوف جروينج سيل زي ما حكينا في بدايه التعريف. كيمستري بروتين، نعم. هل بصاحبه فيفر هذا النوع من الاكسيتوكسين؟ لا. نيوترلايزد باي وذ انتي توكسين، يس. بصير نيوترلايزيشن مع انتي توكسين، نعم. الليثال دوز تبعته قليلة، سمول. هذه معلومات مهم جدا نعرفها، وكل معلومة عن الاكسوتوكسين. وطيب الأنواع تبعتها للاكسوتوكسين، في عنا 3 أنواع منه. في عنا اي بي توكسين، في عنا ميمبرين ديسترابتينج توكسين، وفي عنا سوبر انتيجين. هذه تعتبر أنواع مختلفة من مين؟ من الاكسوتوكسين. لو جينا على سبيل المثال الاي بي توكسين، ايش المقصود فيه؟ انه في عندي انا سب يونت بتكون عندي انا هذا التوكسين، في انا سب يونت اي او تو كومبوننت، اي كومبوننت وبي كومبوننت، حتى بيطلق عليه تايب 3 توكسينز. طبعا حتى وجدوا، وهذه نقطة مهمة، انه معظم الاكسوتوكسين بتقع تحت الكاتيجوري تبعت مين؟ الاي بي توكسينز، اللي هي تعتبر تايب 3 توكسينز. طيب بتكون من مين؟ من تو كومبوننتس. شو هم التو كومبوننتس؟ اي كومبوننت وبي كومبوننت. ايش مقصود في الاي كومبوننت؟ هو الاكتيف انزيم كومبوننت، هو الجزء النشط، تمام، اللي هو المكون والجزء النشط، تمام. فيما يتعلق بالبي كومبوننت له دور بس في ايش هذا الكومبوننت؟ في عمليه البايندينج، في عمليه الارتباط. بس مين الجزء الاكتيف؟ اللي هو الاي. طيب لو جينا هنا على مثال واضح ومباشر كيف الـ AB توكسين بيشتغل الآن، يعني خلينا نطلع في الصورة مع بعض بشكل واضح. هاي عنا DNA، هاي عنا مين؟ الإكسوتوكسين. هاي عنا المسنجر RNA، ممتاز. والمسنجر RNA حيكون البروتين، وهذا الكلام حكيناه قبل شوية، لما بيكون على شكل بروتين يتم افرازه خارج الخليه، يتكون من تو كومبوننت، اي كومبوننت وبي كومبوننت،
الاي ايش قاعدين نحكي عنه قبل شوي، الاكتف، والبي البايندينج، تمام. وهي الاكسيتوكسين عبارة عن ايش، انا بوليبيبتايد. لو طلعنا مع بعض هنا في الشكل الموجود امامي الان، كيف بتتم التعرف عليه من الخلية البكتيرية؟ في عنا ايش، ريسبتور. الريسبتور موجود في خلية العائل، الان اتعرف على مين، على الاكتف كومبوننت اوف ذا توكسين. والبي ايش حيساعد البي، زي ما انتم ملاحظين هذا الاي الاكتف كومبوننت، والبي زي ما انتم شايفينه له دور في مين، ساعد في عملية البايندينج، تمام. اذا اول حاجة كان البكتيريا انتجت زي ما انتم شايفينه ريليس للاكسيتوكسين، طلع الاكسيتوكسين زي ما هو موضح. بعد ذلك في المرحلة الثانية صار عملية ارتباط طبعا البي بايندينج، ملاحظين البي بايندينج او البي كومبوننت كان له دور في عملية ارتباط الاكسيتوكسين مع الهوست سيل ريسبتور، ارتبط بالهوست سيل مين، ريسبتور. وبعد ذلك الاكسيتوكسين ايش صار فيه الان، دخل الخلية، الاكسيتوكسين دخل الخلية، ممتاز. طيب بعد ذلك، بعد ما دخل الخلية، مين الشغل الشاغل الآن؟ مين اللي حيقوم فيه؟ طبعاً الـ A، الـ Active Component of Oxytocin. إيش الدور الملقى على عاتقه الآن الـ Active Component of Oxytocin؟ إيش حيساوي في الخلية؟ حيعمل Alteration of Cell Function، حيغير من وظائف الخلية الموجودة، ومن ثم أيضاً يعني كمان ممكن نعمل إيش كذلك؟ inhibiting protein synthesis، ويمنع بناء البروتين في داخل الخلية. فهذه من الملاحظات المهمة اللي بيقوم فيها الاكسيتوكسين في الخلية الموجودة، انه زي ما حكينا بيعمل alteration للسيل فانكشن بحيث انه بيمنع بناء البروتين. وعلى ذلك بالملخص الموجود والواضح امامي، انه في عنا اي بي توكسين بصير ريليز، البي بارت بايند بيرتبط في الريسبتور تبع الهوست سيل، التوكسين بصير الان ترانسبورت اكروس ممبرين وبدخل للخلية. الآن الـ AB component separate، بعد ما صار binding بصير separation. الآن مين الدور المهم عندنا؟ الـ A component إيش قلنا قبل شوية، بيعمل alteration للسيل function من خلال مين؟ إنه بيعمل inhibition لمين؟ للبروتين synthesis، حتى إنه يصل الأمر في الـ A component إنه بيعمل killing لمين؟ للخلية، ممتاز. في النقطة الثانية في الاكسوتوكسين عندنا اللي هي الممبرين ديستربتنج توكسين. المين ديستربتنج توكسين في عندنا مين؟ تايب 2 توكسينز. هناك الكاتيجوري كانت ثلاثة، يعني الكاتيجوري ايش؟ 2، تايب 2 توكسينز. طيب ايش الوظيفة الأساسية اللي بيعملها هذا النوع من التوكسينز اللي هو الممبرين؟ على اسمه ممبرين ديستربتنج توكسين، يعني توكسين بيعمل ديستربشن في مين؟ في السيل ممبرين تبع الخلية، بحيث انه يعمل لايسيس للخلية من خلال انه بيعمل ديستربشن لمين؟ للسيل ممبرين، للغشاء الخلوي، بيعمل تأثير وتدمير للغشاء الخلوي للخلية البكتيرية. ممكن انه يعمل هذا النوع من التوكسين بروتين تشانلز كما هو الحال في الستاف اوريوس، او بيعمل ديستربشن فوسفوليبيد كما هو في مين؟ في الفوسفوليبيد. طيب لو جينا نجيب امثلة توضيحية مباشرة على هذا الامر، مين بنلاقي عندنا؟ ليكوسيدين. ليكوسيدين عبارة عن مين؟ عبارة عن توكسين. هذا التوكسين ممبرين ديستربشن توكسين. ايش ممكن ينتج يعمل؟ ممكن يعمل كيلينج لمين؟ للفاجوسايت وايت بلاد سيلز. اذا على سبيل المثال ستاف اوريوس بتنتج هذا النوع من التوكسين ليكوسيدين توكسين. فاذا هذا الليكوسيدين توكسين اللي بتنتجه ستاف اوريوس ايش بيعمل؟ بيعمل ديستربشن السيل ممبرين، وبيعمل كيلينج لمين؟ للفاجوسايتك وايت بلاد سيلز. طيب في عنا توكسينز ايضا يسموها هيمولايسنز. الهيمولايسنز ايش هتعمل؟ هتعمل برضو ممبرين ديستربشن توكسين، بس هتعمل مين الان؟ هتعمل قتل لكرات الدم الحمراء. فاذا الليكوسيدين كان بيعمل قتل لكرات الدم البيضاء، والهيمولايسين بيعمل قتل لكرات الدم مين؟ حمراء.
إيه إذن لهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في الأكسيتوكسين اللي هي سوبر أنتيجنز، بتلقى على أي كاتيجوري؟ تايب 1 توكسين. إذن تايب 3 في الحالة الأولى، الآن في الحالة الثانية كان تايب 2، الحالة الثالثة الآن سوبر أنتيجن اللي هي بنلاقيها بتتبع لمين؟ تايب 1 توكسين. إيش تايب سوبر أنتيجن؟ ايش اللي هذا النوع من السوبر انتيجين بيعمل؟ بيعمل انتنس اميون ريسبونس، بيعمل عاصفه من المناعه، مناعه الجسم، يعني بمناعه مناعه زائده عن حدها الطبيعي. بروفوك انتنس اميون ريسبونس، هي عباره عن طبعا طبيعتهم بيكون بروتين ان نيتشر عباره عن انتيجين، بحيث انها بتعمل استيموليت لمين؟ للتي سيلز، بحيث انه ريليس سايتوكاينز تو ماتش، وهذا بتعمل فيفر نوزيا فوميتنج دياريا. وهذا يمكن برضو يحضرنا الحديث الان بما اننا نتحدث عن ذلك بما يسمى عاصفة السيتوكاين في فيروس كورونا. الان عاصفة السيتوكاينز انه انا في عندي مناعة زائدة عن حدها الطبيعي تعطي تأثيرات سلبية وتعطي فشل في اعضاء الجسم، تمام؟ عشان هيك الان كل العلماء الفيروسات حاليا بيشتغلوا حتى في ضمن العلاجات المقترحة لفيروس كورونا انه يثبطوا مين؟ عاصفة السيتوكاينز. ليش؟ لانه السيتوكاينز عملت زيادة في المناعة، يعني زيادة غير محمودة من هذه المناعة اللي عملت تأثير سلبي على المريض. فإذا هنا بالقياس في البكتيريا عندنا الإكسوتوكسين اللي بتفرزها البكتيريا تعمل ستيموليت للتي سيلز وبتعمل عاصفة السيتوكاين، تو ماتش سيتوكاينز. والتو ماتش سيتوكاينز إيش هنا بتعمل؟ بتعمل حرارة، بتعمل نوزيا، بتعمل فيميتينج، وبتعمل إيش؟ دياريا. طيب ايش الاكسيتوكسينز اللي بتنتجها البكتيريا وتاثيرها على اجهزه الجسم؟ في هنا من انواع من التوكسينز زي مين؟ النيوروتوكسينز، وين بتعمل اتاك هذه للنيرف سيلز. في عنا كارديوتوكسين بتاثر على الكاردياك سيلز. في عنا هيباتوتوكسين بتعمل اتاك للليفر سيلز، لخلايا الكبد. في عنا الانتيروتوكسين اتاك لايننج جي اي تي تراكت، للجهاز المعوي. سايتوتوكسين بتأثر على مين؟ هذه على الخلايا. إذا صار واضح عندي أن البكتيريا تنتج العديد من أنواع الأكسوتوكسينز والتي لها تأثير تدميري ومهاجمة وغزو للعديد من خلايا الجسم مثل النيرف سيلز، الكاردياك سيلز، الليفر سيلز، الجي آي تي تراك، والعديد من خلايا الدم زي ما حكينا كرات الدم الحمراء وحتى كرات الدم البيضاء. تمام. مين أمثلة على الإكسوتوكسينز؟ هذه الأمثلة لازم نكون عارفينها بالتفصيل. مثال على ذلك زي ديفثيريا توكسين، إريثروجينيك توكسينز، فيبريو إنتيروتوكسينز، بيتولينيوم توكسين، تيتانوس توكسين، ستافيلوكوكال إنتيروتوكسينز. هذه تعتبر كلهيتها من أنواع الإكسوتوكسينز اللي بتفرزها الخلايا البكتيرية. يعني على سبيل المثال لو جينا على الدفتيريا توكسين، مين مثال عليها؟ البكتيريا اللي بتنتجها اسمها كوريني بكتيريوم دفتيريا. طبعا حتى انه هذا النوع من التوكسين اللي بتفرز الكوريني بكتيريا دفتيريا ايش بيعمل؟ بيعمل انهبت للبروتين سينثيسز في اليوكاريوتيك سيلز. طيب هذا نوع من التوكسينز. في نوع تاني نطلق عليه ريثروجينيك توكسين. ريثروجينيك توكسين مين بينتجه؟ ستريبتوكوكس بايوجينز. طب هذا النوع من التوكسين ايش بيعمل؟ بتكون من ثلاث اجزاء اي بي سي توكسينز، بيعمل دمج للبلازما ممبرين اوف كابيلاريز اندر سكين كوزينج راش، وعلى ذلك بتظهر اعراض الراش عند المريض المصاب براش اللي هو انتشار طبعا سكين راش بيظهر عند المريض، بحيث انه بصير في عنده احمرار في الجلد
أو حسية في مناطق معينة في الجلد، هذه ناتجة عن تأثير التوكسينز تبعت البكتيريا. بوتولينيزم توكسين كولستريديوم بوتولينيوم بتنتجها بتأثر على النيورو ماسكولار جانكشن، بحيث انه حتى انها بتعمل بريفنت لمين للنيرف امبلس ترانسميشن، بتمنع اللي هو الامبلس ترانسميشن، وعلى ذلك وجدوا انها بتعمل انهبت للريليس اوف نيورو ترانسميتر اسيتالكولين، وكذلك بتأثر تعمل فلاسيد باراليسيز، فشل شلل في الاطراف. هذا البوتولين هذا الكساح اللي بتسببه اللي هو توكسين البوتولينم توكسين، هذا اللي بسبب الكساح اللي طبعا مين بينتج النوع من البكتيريا الكولستريديوم بوتولينيوم. وين بأثر هذا النوع من التوكسين؟ بأثر على النيورو ماسكولار جانكشن، بحيث انه بيعمل زي ما حكينا قبل شوي بريفنت للامبلس ترانسميشن، ممكن يؤدي الى شلل في الاطراف فلاسيد باراليسيس. مين كمان عنا من التوكسين مهم جدا؟ تيتانوس توكسين. مين بينتج هذا التوكسين؟ جرام بوزيتيف باسيلاي اللي هي كلوستريديوم تيتاني. ايش بينتج نوع من السموم؟ تيتانوس بازمن. تيتانوس بازمن ايش حيعمل؟ السنترال نيرفس بلوك انهبيتور نيورونز تو سكلتال مسل، طبعا بيعمل تاثير على مين؟ على السنترال نيرفس سيستم، وكمان بيمنع له توصيل العصب لمين؟ للجهاز العضلي. فعلى ذلك ايش بنلاقي عند المرضى المصابين في هذا النوع من التوكسين؟ بتلاقي ان كنترول ماسل كونتراكشن، بصير في عندهم انقباضات وانشدادات عضليه غير اراديه ولا يتم التحكم بها من جسم الانسان. مثالك على مين؟ الحركه المتدلي اللي هي اللوك جو اللي بيسبب الكلوستريديوم توتاني. اللوك جو ناتج عن مين؟ عن الكلوستريديوم توتاني اللي تفرز تيتانوس بازمن توكسين اللي بأثر على الجهاز العصبي المركزي وبيترك هذه الأعراض عند المريض. في عنا من أنواع التوكسينز الهامة أيضا الفيبريو كوليرا توكسينز انتيرو توكسينز. طبعا الفيبريو كوليرا الفيبريو انتيرو توكسينز اللي بتنتجها الفيبريو كوليرا بينتج كوليرا توكسين. في عنا سب يونت A وسب يونت B. السب يونت بي دوره اتاتشمنت للإبيثيليوم اوف انتستينال تراك، لكن مين النوع المهم؟ البورشن اوف اي هو هذا النوع المهم اللي بيدخل جوا وبحفز انزيم الادينيلين سايكليز انزيم، تمام، اللي طبعا بحفز على افراز كميات كبيره من مين؟ من الاملاح ويسبب الاسهال. فملاحظين يعني عندنا المصيبة تبعت الكوليرا نرجع عن مين؟ عن التوكسينز، حين السب يونت A بيفرز اللي هو لارج اماونت اوف الكترولايتس وبالتالي بيسبب الاسهال عند مرضى الكوليرا. من اي التوكسينز ايضا المهمة عندنا استافيلوكوكا الانتيروتوكسينز اللي هي زي مين؟ عندنا ستاف اوريس، وفي كذلك يعتبر similar to mean to cholera toxin، وبيشبه طبعا اللي هو فكرته مثل الكوليرا توكسين اللي تحدثنا عنه. هنا بوضح لي انواع الاكسوتوكسينز المختلفه اللي احنا شرحناها قبل شوي والعديد من الامثله، بوتولينيزم، تيتانوس، ديفثيريا، سكالدن سكين سندروم، كوليرا، سكارلت فيفر، ترافيلرز دياريا، كل هذه أنواع من الأمراض. طبعا في عندي بكتيريا بتنتج توكسين فيها والتوكسين له طبعا تأثير مباشر. هذه طبعا ملخص بوضح لي إيش هو الميكروب، إيش التوكسين اللي بينتجه، وإيش تأثير التوكسين في جسم الإنسان. أظن في خلال السلايدات السابقة شرحنا بالتفصيل عن مثل هذه الأنواع من التوكسين وإيش تأثيرها المباشر في جسم الإنسان. تمام، الآن ننتقل لمين؟ كان حديثنا منصب على الإكسوتوكسينز، لو جينا الآن للإندوتوكسين، الإندوتوكسين عبارة عن إيش؟ هذاك كان عبارة عن بروتينات تم إنتاجها خلال عملية النمو الإكسوتوكسين، أما الإندوتوكسين It is part of outer membrane.
عبارة عن جزء من الأوتر ميمبرين في الخلية البكتيرية، وخصوصا أي جزئية. تتذكروا لما شرحنا الفرق بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، مين من ضمن التركيبات المهمة اللي قعدنا نقول عنها موجودة في الجرام نيجاتيف مش موجودة في الجرام بوزيتيف؟ لايبوبوليساكرايد. لايبوبوليساكرايد مثال على ذلك الليبيد A، هذا يعتبر part of the outer membrane of gram negative bacteria، وهذا يعتبر هو يمثل الاندوتوكسين اللي من خلاله البكتيريا تمارس وضعها الهجومي عند دخولها جسم الإنسان، وخصوصا بصير له ريليست للاندوتوكسين وقتيش لما الجرام نيجاتيف بكتيريا بصير لها لايسز، بصير لها ملتبليكيشن. وهنا طبعا في هناك حديث هام عن دور المضادات الحيوية في علاج مثل هذه الحالات. فإذا صار عندي واضح اللي هو إيش هو الأكسيتوكسين وإيش عندي مين الإندوتوكسين. زي ما حكينا الأكسيتوكسين شو التفسير تبعه خلال بنتج خلال عملية النمو، وبطلع في البيئة المحيطة تبعته، ممكن يروح عن أنسجة على البادي فلود. أما هذاك عبارة عن إيش لما نقول عنه الإندوتوكسين part of the outer membrane، part of the outer membrane، جزء من الممبرين. الاندوتوكسين طب ايش بتعمل الاندوتوكسين؟ الاندوتوكسين لها تأثير مباشر بحيث انها بتعمل cause white blood cells to release cytokines، تخلي كرات الدم البيضاء تنتج اللي هو cytokines، وطبعا توكسيك بيكون الامر سام عند هذه المستويات لما يكون عندي عالي. ايش في كذلك بتعمل اللي هي الاندوتوكسين؟ رعشة في تشيلز، فيفرز، حرارة، ويكنس، ضعف عام، جنرالت اتشز، شوك ممكن يؤدي الى انه يكون صدمة، وفي بعض الحالات يمكن يؤدي الى مين؟ الى الوفاة. ايضا الاندوتوكسين ممكن انه يؤدي الى مين؟ اكتيفيشن اوف بلاد كلوتينج ميكانيزم. البلاد كلوتينج ميكانيزم ممكن انه يكون له دور فيها الاندوتوكسين، بيعملها اكتيفيشن، بحيث انه بتلاقي عند المريض ايش في بعض الاحيان ممكن تلاقي عنده يصير تيني بلاد كلوتس، بعض التجلطات في الدم القليل اللي بتحدث، وهذا ما يطلق عليه بسموه DIC. DIC مين سببها عندي انا؟ الاندوتوكسينز اللي بتفرز عن طريق البكتيريا. بالملخص برضو المقارن ما بين الاندوتوكسين والاكسوتوكسين، لو ملاحظنا الاندوتوكسين مين بينتج هالجرام نيجاتيف بشكل اساسي؟ الجرام نيجاتيف بكتيريا. ميتابوليك برودكت هذاك ايش قاعدنا نقول؟ باي جروينج، انه تنتج خلال نمو البكتيريا خصوصا الجرام بوزيتيف، وتكون على شكل بروتينات. اما هذه ايش بقول لي ريحني؟ قال لي ايش الاندوتوكسين؟ هي عبارة عن part in lipopolysaccharide في الأوتر ممبرين، تعتبر جزء من lipopolysaccharide الموجود عندي في الأوتر ممبرين للجرام نيجاتيف بكتيريا. الكيمستري ليبيد. الفيفر طبعا عندها حرارة. هل بصيرها neutralized by antitoxin؟ طبعا لا. الليثال دوز تبعتها غالبا كبيرة. تمام، نشوف احنا قلنا الاندوتوكسين بيكون في عندي فيها فيفر، الاكسوتوكسين فيش فيفر. طب نيجي نشوف الان بالنسبه للاندوتوكسين كيف بينتج اللي هو الفيفر في الاندوتوكسينز. كما هو ملاحظ هي عندنا الماكروفيج، تمام، هي عندي مين؟ البكتيريا، بحيث الماكروفيج ايش بتعمل؟ انجست جرام نيجاتيف بكتيريا. هذه الخطوه رقم واحد. انا الخطوه رقم اثنين، البكتيريوم is degraded into in a vacuole releasing endotoxin that induce macrophage to produce interleukin 1. ايش المقصود في ذلك؟ انه الحين البكتيريا degraded، صار لها تحطم في الفاكيول، ايش انتجت الان وهي جوا في الماكروفيج؟ الاندوتوكسين. الاندوتوكسين هذه حفزت الماكروفيج انها ايش تنتج؟ اللي هو الانترلوكين 1. طيب ممتاز، الانترلوكين 1 طلع الان من الماكروفيج، باي ماكروفيج، وين راح؟ دخل
في البلاد ستريم، هيو نزل وين؟ في البلاد ستريم. ومن ثم بذهب لمين؟ للهايبوثالاموس في البرين. وصل لوين من خلال الدم؟ للهايبوثالاموس في البرين. طيب لما وصل هناك للهايبوثالاموس في البرين، ايش حفز انتاج مين مادة مهمة؟ ايش اسمها المادة؟ البروستاغلاندين. البروستاغلاندين اللي هي طبعا هي هذه اللي بتحافظ على زي الثيرموستات، بتنظم درجة الحرارة في جسم الانسان. طبعا نتيجة تأثير الانترلوكين الموجود طبعا بتحفز الهايبوثالاموس انه ينتج البروستاغلاندين، اللي هي طبعا بتحاول انه ترفع من درجة اللي هو الحرارة. ومن ثم ايش بنلاقي عند الانسان نتيجة ذلك؟ فيفر. بملخص مبسط جدا، هنا عندنا العلاقة بين مين ومين كانت في هذه الجزئية، هذه بكتيريا وماكروفيج. طبعا فاجوسايتوزز ايش حصير؟ انقلف للبكتيريا. بعد ما دخلت الفاكيول في الماكروفيج ايش انتج عندي هنا؟ اللي هي صار لها ديجريديشن، انتجت اللي هي الاندوتوكسين. الاندوتوكسين حفز الماكروفيج انها تنتج مين؟ انترلوكين 1. انترلوكين 1 وين راح؟ على البلاد ستريم. ومن البلاد ستريم وصل مين؟ الهايبوثالاموس في البرين. حفز الهايبوثالاموس انه ينتج مين؟ البروستاغلاندين، اللي هي طبعا لها تاثير على درجه الحراره. ومن ثم نجد انه الانسان اصبح عنده ايش؟ ارتفاع في درجه الحراره. هاي عندي جدول تفصيلي توضيحي مفصل ايش الفروقات الموجوده ما بين الاكسوتوكسين والاندوتوكسين. اعتقد هذا من الاسئله الهامه اللي دائما بتجينا في الامتحان، الفروقات الاساسيه ما بين الاكسوتوكسين والاندوتوكسين. تقريبا كل النقاط الموجوده هنا تطرقنا الها بشرح مفصل جدا خلال الجزئيه السابقه في شرحنا عن الاندوتوكسين والاكسوتوكسين. طيب الان في عندنا شغلات اخيره بنكملها في هذا الشابتر، بيقول لي في عندنا نقاط تم ذكرها، هيك بنكون انهينا الباثوجينيسيس تبعت الخليه، مايكروبيال باثوجينيسيس. الان في بعض الاشياء الملحقه والهامه في الشابتر، بيقول لي في عندنا اكسترا جينيتيك ماتيريال، انه بعض انواع من البكتيريا بتحمل اكسترا جينز، وهذا دائما كنا نقوله لما شرحنا البلازميد. ايش كان تعريفنا للبلازميد؟ اكسترا كروموسومال دي ان اي. طبعا ايش ممكن يحمل هذا البلازميد؟ وهذا تعريف مهم جدا، بيحمل مين؟ جينات لايش؟ للانتيبيوتيك ريزيستنس، وشرحناها قبل شويه في الشرح. بتحمل جينات لمين؟ للتوكسين، وايش كمان؟ والكبسول والفيمبريا. فاذا هذا تعريف هام جدا لمين؟ للبلازميد اللي هو اكسترا كروموسومال دي ان اي كاري جينز اوف ديفرنت فانكشنز، للانتيبيوتيك ريزيستنس، للتوكسينز، للكبسولز، للفيمبريا. تمام. كواجوليز انزيم بروديوسد باي مين؟ ستاف اوريوس. انا عباره عن انزيمات، هذا انزيم تنتجه مين؟ الستاف اوريوس. في عندنا الفيمبريا، في مين عندنا مشهور موجود عنده الفيمبريا اللي بتساعده في عملية الادهيجن؟ الاشريشيا كولاي. باثوجينيسيس اوف نون بكتيريال مايكروبز، مين عندي شغلات اخرى في الميكروبيال باثوجينيسيس؟ تحدثنا عن البكتيريا، هل الامر بتعلق في بكتيريا ولا في عندنا شغلات تانية ايضا مهم الحديث عنها تتبع في علم الميكروبيولوجي؟ زي مين؟ الفيروسات، ايضا الفنجاي، الطفيليات، البروتوزوا والهلمنثيز، الالجي، الطحالب. بالنسبة للفيروسات بالنسبة للفيروس له دور مهم، انه الفيروس انه يحاول يتحاشى. الحين فيروس كورونا والحديث عنه كثير، ايش الفيروس بحاول؟ الصراع بين مين ومين الان مشتد؟ بين فيروس كورونا ومناعة الجسم. في نهاية الأمر لما استطاع أنه الفيروس يتغلب
حتى على المناعة تبع جسم الإنسان، استطاع الميكروب أن يدخل للرئتين للحويصلات الهوائية ويتضاعف ويتكاثر ويعمل طبعا مشاكل كبيرة عند المريض، وفي بعض المرضى تم وفاتهم. طيب في عندنا الفانجاي والبروتوزوا، طبعا هنا في عندنا العديد من المنتجات يمكن أن تنتج، كبسول، توكسينز، ويست برودكتس، اليرجيك ريسبونس، كل هذه تعتبر أعراض بسببها العديد من المكونات والمنتجات من خلال الفطريات أو الطفيليات أو الطحالب. ممكن طبعا يصير عندي أنتيجين سويتشنج allow to avoid host immunity، الأنتيجين بغير من ذاته ومن شكله بحيث أنه يحاول يتحاشى اللي هي الهوست immunity، نعدل هذا التي. تمام. بورتال اوف اكزيت، اخر شغله عندي الان، دخل الميكروب عمل الدايركت دامج، تحدثنا عن كل التفصيلات هذه. الميكروب في النهايه بده يخرج، من وين ممكن يخرج؟ ريسبيراتوري تراكت. من خلال كيف ممكن يخرج من ريسبيراتوري تراكت؟ من خلال كافينج، سنيزنج، القحه والعطس، الجاسترو انتستينال تراكت. ايش في عندي؟ في الفيسز، السلايفا، البراز واللعاب، دو تعتبر برضو يعني مرات خروج للميكرو أورجانيزم أو معابر خروج للميكرو أورجانيزم. مين كمان عندنا؟ جينيتو يورينري، في اليورين، الفاجينال سكريشن، سكين، أيضا البلد من خلال بايتينج أريثروبوز أو نيدل أو سرنج، نيدل أو سرنج أو خلال اللي هو عض الحشرات الناقلة. تمام. إذا هذا صار عندي واضح ايش هي معابر خروج الميكرو اورجانيزم من جسم الانسان. هيك بنكون غطينا بشكل عام كل التفصيلات الدقيقة في هذه الخريطة، الجزء الاول، وفي الجزء الثاني من المحاضرة مرينا على كل هذه التفصيلات اللي بتتعلق بورتلز اوف انتري، تطرقنا على نمبر اوف انفيدنج مايكرو اورجانيزم، الادهيرنس، penetration or evasion of host immune response, damage of host cell, cytobiotic effects اللي بتنتجهن. تحدثنا بشكل مفصل على الاكسوتوكسين والاندوتوكسين. اخر نقطة في المحاضرة حنتطرق لمين؟ للtypes of infection. ايش عندي types of infection الموجودة؟ في عندي انواع من الانفكشن. في عندنا direct. ايش مقصود بdirect؟ مباشر، التهابات مباشرة من شخص إلى آخر بشكل مباشر، يعني معناتها في عندي كونتاكت. مثلا مرض الكورونا، عم بنقول إحنا ليش بنعمل تباعد اجتماعي؟ عشان ما ننتقلش من شخص إلى شخص، فبالتالي بدنا نمنع مين؟ إحنا دايركت انفكشن من شخص إلى شخص، من ممكن between infected persons or its secretion another persons، يعني تنتج من مين الدايركت؟ من بين اللي هو ملامسة شخص مصاب مع أو إفرازاته. ليش بنقول إحنا في فيروس كورونا تنظيف الأسطح؟ ليش؟ لأنه السكريشن، الرذاذ اللي بينتج من مريض كورونا بلامس الأسطح، فعشان هيك الأسطح تعتبر وسيلة لانتقال الميكروب. فإذا تعتبر لما أنت مسكت السطح صار في عندك دايركت انفكشن، لأنه كيف أنت صار عندك الانفكشن؟ من ملامستك للسطح اللي موجود فيه اللي هي إفرازات فيروس كورونا أو رذاذ فيروس كورونا. مين مثال على ذلك؟ سيفلس، جونوريا، كورونا. indirect، indirect ناتج عن مين؟ contact with object contaminated by the infected person، يعني على سبيل المثال أشياء تم تلوثها، خلينا نقول indirectly. قبل كان انت لمست الشخص او افرازاته، تمام؟ الان ممكن انه في اشياء تم تلوثها من الشخص المصاب وانتقلت الى شخص اخر. زي مين؟ الملك، الحليب، حليب تم تلوثه او المي تم تلوثها بميكروب، وهذا المي شربها شخص اخر. فاذا كان مين الاندايركت بطريقة غير مباشرة، انه الماء تلوث بالميكروب من شخص مصاب، وهذا الماء انتقل إلى شخص آخر وسبب له المرض. الميكروب، الحليب
أصيب الحليب بميكروب من شخص مصاب وانتقل إلى شخص آخر، وبالتالي معناتها هل انتقل الانفكشن بطريقه دايركت ولا اندايركت؟ طبعا اندايركت، بطريقه غير مباشره. وهذا المثال بنلاقيه في مين؟ مرض التيفويد ومرض الكوليرا. برايمري انفكشن، ايش تعريف البرايمري انفكشن؟ هو اكيوت انفكشن، الاصابه للمره الاولى التي يسببها الميكرو اورجانيزم والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على مناعه الجسم في التخلص من المرض. فبالتالي اكيوت انفكشن بسببه انفيزيف مايكرو اورجانيزم، بصيب الميكروب لجسم الانسان، وبحيث انه هذا الميكروب لما يصيب الجسم بحاول انه اوفركم نورمال بودي ديفنس، بحاول انه يصارع مناعه جسم الانسان ويقضي عليها وتظهر اثار واعراض المرض. فاذا بمعنى البرايمري انفكشن بالملخص المبسط انه اصابه للمره الاولى للميكروب، والذي من خلالها هذا الميكروب يستطيع ان يتخلص من المناعه الطبيعيه تبعت الانسان وان يؤدي دوره في حدوث الالتهاب والمرض لدى الانسان المصاب. لانه هنا صراع في هذه المرحله ما بين الميكروب وما بين مين؟ المناعة. إذا المناعة ما خلصتش على المرض، معناتها الميكروب حيتخلص من المناعة ويسبب مين؟ المرض. إيش كذلك عندي من أنواع الانفكشن؟ عندي سكندري انفكشن. إيش سكندري انفكشن؟ الحين واحد مفلوز، تمام؟ قبل ما أشرح التعريف التفصيلي بالشريحة، واحد مفلوز، هذا المفلوز قاعد 4 أيام عنده حرارة. إحنا دائما المفلوز بننصحش إنه يأخذ مضاد حيوي، لكن لو استمرت الحرارة بعد 4 أيام 5 أيام ممكن نوصف له المضاد الحيوي. ليش؟ لأنه الآن جسمه إيش بيقول لي؟ ضعف، فبالتالي مناعته ضعفت، فبالتالي في قابلية إنه يصاب غير البرايمر إنفكشن اللي هو مصاب فيه اللي هو الإنفلونزا. الآن في ممكن يصاب بالتهاب بكتيري تاني، فخوفا من الالتهاب البكتيري التاني يعمل إشكاليات أخرى معاه، فإيش إحنا بنساوي؟ بنقول بنعطيه إيش اللي هو المضاد الحيوي. فإذا secondary infection، هينا نرجع للتعريف اللي بوضح الكلام اللي إحنا حكيناه، إنه كثير من الميكروبات بتسبب الانفكشن only after primary infection. يعني عديد من الميكروبات تقدر تسبب الالتهابات بعد ما الجسم كان أصيب بالتهابات أولية زي التهاب الإنفلونزا، وبالتالي صار في قابلية لميكروب تاني زي الستريبتوكوكس نمونيا إنه يدخل على الرئتين ويعمل مشاكل، لأنه الجسم ضعف نتيجة الإصابة السابقة بالإنفلونزا، لأنه صار weakened body defense، صار في ضعف لميل لمناعة الجسم زي النمونيا. النمونيا ايش تعتبر؟ هذا افضل تفسير للكلام اللي شرحته. النمونيا تعتبر secondary infection following mean measles او الانفلونزا. بعد ما الانسان اصيب بالانفلونزا اصيب بالنمونيا. النمونيا ايش تعتبر؟ secondary infection. الانفلونزا ايش تعتبر؟ primary infection. كانت ناتجة عن مين النمونيا؟ ناتجة عن انه الجسم تم تضعيف المناعة تبعته، فصار في قابلية لانه يصاب ببكتيريا ستريبتوكوكس نمونيا، وعلى ذلك أصيب بسكندري انفكشن اسمه النمونيا. تمام. في عنا internal infection، أظن من واضحة من اسمها internal، يعني أنه الانفكشن caused by organism. وين الأورغانيزم راح؟ enter the body and cause internal infection، سبب التهابات داخل الجسم زي التهاب الرئوي، نمونيا أو حمى التيفوئيد. external من اسمه برضو external، وين الالتهابات موجودة؟ خارج الجسم، يعني على الأسطح الجسم ممكن تكون infection of skin، إصابة الجلد بميكرو أورجانيزم، وغالبا بتظهر خارج الجسم يعني أو على سطح الجسم مثل اللي هو الجرب أو بعض الديدان زي الرينج وورم infection، ديدان طفيلية التهابها طبعا تعمل على أسطح الجسم أو عجلد الإنسان. simple infection، إيش تعريف simple infection؟ infection caused only by one microorganism.
انه الاصابه كانت ناتجه عن مين؟ عن ميكروب واحد. هذا الميكروب ادى لاصابه الانسان بمين؟ بالتونسلايتس، بالتهابات اللوز. ومين طبعا سببه؟ اللي هو الستريبتوكوكاي. سببه اللي هو عندنا مين؟ الستريبتوكوكاي، اللي هي بكتيريا عملت التهابات اللوز، وفقط ميكروب واحد هو اللي سبب اللوز، عشان هيك بنسميه سمبل انفكشن. بهيك بنكون خلصنا شابتر الميكروبيال باثوجينيسيس، وضحنا فيه كل التفاصيل تقريبا اللي بتمر فيها الميكروبيال باثوجينيسيس، وهنا انهينا حتى انواع الانفكشن اللي ممكن يصيب فيها الانسان. بتمنى انها تكون المحاضره كانت واضحه ومبسطه وسهل فهمها، وان شاء الله هيك بتكون يعني تستفيدوا منها بمشيئه الله. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، والى ان نلتقي في محاضره قادمه ان شاء الله.